اوكي يا جماعة، 2 ضد 2 راح نكون احنا المنغولز، والتيم الثاني راح يكون كمان منغولز انجلش. اوكي غريب. اوكي طبعا هنا المنغولز في عندهم شغلة كثير منيحة، انهم مش حاجة انهم يزرعوا. اول اشي مش حاجة يزرعوا، وفيش عندهم سوار، مرتاحين، فيش حمايات، الحمد لله. هجموا عليك اتبهدلت، مش صعب الموضوع يعني، جدا مفهوم. وظيفتك انك ايش؟ تدافع قدر الامكان، ما تستنى انك تعمل سوار. فيش سوار هون، تحاول ايش يعني؟ نيجي ممكن نعملهم، ولكن شغلة حلوة كثير انك انت ممكن تستعمل هاي تلم فيها كل اشي، الاكل والذهب وكل اشي. هاي شغلة كثير منيحة. وكمان نقطة انه انت فيش عندك ليميت من ناحية البوبوليشن، مش راح انك تكلك انك تعمل هاوسينج وهيك. هاي نقطة كثير حلوة ومنيحة. ودي على الخشب كمان، صار على الخشب. اوكي هات نرجع هون نجيب لهم خرفان. بدنا نعمل هاتي على الخرفان، بس شو بدنا بالاول؟ بدنا خشب اساس نقدر نتقدم. عندنا هون اكل. صاحبنا شو وضع صاحبنا؟ اتمنى يكون سريع وقوي شوي. هتنودي هذا على الاكل كمان هون، لانه هذا مش راح يطول وراح يخلص اللي هون. ايه بدنا 150 يعني، شد حالك شوي بنعمل. تعال هاي انتوا تعالوا هون على الاكل. هاي جاب لنا كمان خرفان. ممتاز. سؤال، اذا بيجي السكوت تبعهن وعندنا خرفان هنا، طلع من هذا المبنى بيقدر ياخذهن كمان؟ هاي ما فكرتش فيها. هاي ما فكرتش فيها صراحة. ستي اكل ستي خشب، الاكل منيح مش سيء وضع الاكل، بس المشكلة هو الخشب شوي بطيء. صاحبنا كيف بتقدم؟ صار عامل مناجم. اوكي نشوف شو نقدر نسوي. نودي هذا هون، بلش نعمل، ممكن نعمل هاي هون، وحد تقريبي على المركز انه راح يهاجم المركز دايما، فيكون في دفاع تقريبي. ممتاز، بلش يعملنا هذا اكل. شوي بطيء بانتاج الاكل، بس انه خروف تمام، مش عاطف. هاي كمان عمال. حلو، هاي شغلة حلوة بمنغولز انهم بيقدروا يضربوا اسهم وهم بيهربوا. هاي شغلة مش موجودة بأي شعب ثاني إذا متذكر صح. هاي في عنا هون أكل وعنا هون أكل. هو بقدر يوصل أفكر الله أعلم لحد 30 خروف. نعم لحد 30 خروف، بس كم مرة فيش عندهن أسوار، فيش عندهن سور، يعني ما فيش عندك دفاعات. بس كم مرة السور فيش له قيمة كثير باللحظة اللي أنت، باللحظة اللي أنت يعني اخترق السور، السور فيش له، فيش له هالقد قيمة صراحة. اوكي هي كمان عمال. بدي ابني كمان واحد تاع الخرفان هون. خروف بيجي فيه اكل 250. اوكي قاتل صراحة، منيح، بس تنساش الأكل هو مصدر أساسي هون. نبني كمان واحدة أكل، بس ننتج خرفان، هذا بربوا خرفان، هذا شعب متنقل، هذا شعب متنقل. ممتاز، أجا هذا. الخرفان هون كمان.
يجي هاي النقطة. اوكي هات نبلش نبني تعاون العمال تعاون الجنود. وخليهم كمان فراشات. عصر الثاني بده 400 اكل و 200 ذهب. ذهب فيش حد عندنا بيشتغل على الذهب؟ وين في ذهب هون؟ ايوه هون. نبلش ننتقل للعصر اللي بعده طبعا. اوكي في ناس تطورت واحنا بعدنا دائما اخر شيء بتطور الحمد لله. بدي هون بعدها. هات نعمل هات الخيل كمان. الخيل عندهم كثير منيح بخ اسهم بهرب بنفس الوقت. هاي شغلة كثير حلوة صراحة. وصار مع الذهب هيا بلشنا نشتغل على الذهب. احلى اشي انك فيش عايش تبني اشي بيختلف عن يعني هون خلص كلهم بيعملوا نفس الشيء. هاي شغلة كثير حلوة صراحة. ايه ممكن نحط هاي هون. حتى على الأكل يكون عندنا كفاية. مبطل نخاف على موضوع الأكل. نبدأ على الخشب. اوكي هاي أخرى عامل عندنا لذهب. يعني الذهب. وهات ننتقل للعصر اللي بعده خلص مضلش فيها مجبورين. ناحية أفكر ناحية أكل أفكر تمام. أوكي بلش يطلعوا جنود. إحنا في عنا جنود؟ فيش عنا جنود. فيش عنا جنود. العصر اللي بعده. نعمل هاي هون. ندخل العصر اللي بعده. شو معنا نشوف نعمل شوية جنود والدفاعات أقل فيها. قبل إيجار بدنا فيهم على الأكل. هذا العمال الاثنين راح نوديهم على الأكل بس يخلصوا كمان. أوكي بلشنا ننتج شوية جنود وعمال. هتنخلص هذا بسرعة. نقدر نعمل هنا ابجريد. اوكي في عنا عامل هون تعال نوديه كمان على الاكل. مهم جدا يكون في دفاعات قوية. مهم جدا يكون في كمان كفاية جنود. ليش؟ هذا الشعب فيش فيه أسوار حكينا. فبدك يعني هيك ممكن أربط حالي معاه. شو يعني أقلني أقرب لهاي الجهة تمام وأكون قريب عليه. نشوف شو نقدر نساوي. نعمل أخرى عنا. بنعمل تاعت الأسهم بس يخلصوا هاي. بس بنودي هذول الأربعة على الأكل كمان. ايش نحط دفاعات قريبة علينا هون. ممكن نحط هاي الجهة فيش حاجة آمنة أفكر. نحط هون بهاي النقطة هون. اوكي تقريبا جاهز. بنودي هذول على الأكل. خلصوها. هات نودي تريدا هون على الأكل. يا نعمل أبجريد لجنود أحسن من ولا شيء.
ممتاز، هذا هو التريدر. تنشبر. لكن ما حنعمل معه تريد بس. بس بنشوف، بس نكتشف المنطقة، بنشوف نوديها معها. بدنا نلاقي وين الكشاف صحيح. هاي لا هاي لا غزلان. بس بنشوف شو بنقدر نسوي. ولا بيشتغلوش. نخلص الاكل هون. طيب هات نعمل اخرى واحد من تعاون الاسهم. اوكي خلصوا على هون. هنضل يخربطنا. نعمل واحد من تعاون الخير. ممتاز. واحد من هون. انه كثير صار يشتغلوا على الاكل. طيب ممكن نعمل حاليا نودي، بدنا على الستون كمان، فيش حدا على الستون حاليا. سهلا عبد الله. الذهب هذول هني، هذول بحكي عنهم بطخ واني ماشيين. شدوا لنا حالكم على الاكل يا جماعة. 7 من 30 حلو. 6 من 30 6 من 30 5 من 30 ايه. عمل شغلة عن هزة. ايوه. مش هالفرقية بس، بس بتفرق كمان شوي. ليش؟ هذولا مش هيك يا اخوي، هذولا هيك. هيك هذولا. نسيت. اوكي هذا المعنى بسيط. كمان عمر على اكل. بعد من هون عشان اعرف اتحرك. حس مش مباني، كله عملته حس هيك صغيره، ما بعرف ايش ليش. هون هي حدنا هذا الباشا، كان هذول جنودنا منيح. هذا ايش بيساوي هذا؟ بيعمل ستون. المنطقه
ان في عنا هيك مغطية هاي المنطقة، في عنا هون خشب منيح. ايه اللي بدي اعمله؟ في كمان واحد من هذول. طيب شو ناقص عنا؟ ممكن نودي الذهب منيح. شو بدنا هون؟ بدنا 1200 اكل. ممكن نودي على الاكل. عرف لا هات نعمل تاع ال تاع الخرفان. حاسس انه فيش كفاية عنا. شو ناقصنا؟ خشب؟ كمان خشب. كثيرة بسيطة. اشياء؟ نودي هون نشوف شو هي المنطقة كمان. ألف ومئتين أكل. كل هذا الأكل مش أسعاره كفاية. طيب ما احنا بننتج جنود كمان وعنا شو. هيك انا بحب، بحبش تبلش الحرق مبلش يعني على الاقل اجهز حالي يكون عندي دولي اقوي نفسي بعدين بتبلش الحرق. مش انه بعدنا مش مباشرين ولا موديك يقاتل فيك. طب يا عمي اصبر شوي بدنا نتنفس. عندنا هنا هون ستون. شو اساوي؟ باخذ الستون هذا وين راح؟ هون هون بدي احطه واحط اخرى واحد هون منه. يعني بتكون دفاعات مش دفاعات انه على الاقل بقدر اشوف اذا في اجى حدا من هاي الجهه. تمام فيش اشي هون صراحه. فاضي خشب وهيك منيح مش عاطل. حتنطلع كمان عمال. ايه حتنوقف هون على الاكل هون اللي هون. اقدر اعمل اخرى تاونز الصوت هون راتوني كنا مدوا الذهب. اه قرب يخلص هذا. بلشنا بالالف. هاي تاع التريد بس عندنا نعمل اخرى واحد اثنين. عشان اذا في عدد محدود منهم بس انه اوكي. عصر اللي بعده. حلو. Gold dropped off. This landmark is increased by 50%. بس مش حاجة مش ناش ذهب يعني مشكلتنا مش مع الذهب احنا. العصر اللي بعده ونحاول نصنع يعني شوية. بجيب ذهب كمية منيحة السؤال هذا ولا كيف يعني؟ بس بنشوف. اوكي. ببدله يعني بعمل تريدينج مقايضة بس بنشوف. اوكي شو عندنا كمان هون؟ نودي على الاكل. ايه نعمل هذا هون. بدي اعمل اخرى واحد من تعاون الاسهم.
بعد مش عارف من اي جهة راح يهجموا اصلا. اوكي هذا اللي بدي اياه، بدي تعاون الاسهم يجوا عملوا هون بهاي النقطة. لذلك الاكل ما تنحب هذا على الستون. وين صار واصل هو؟ اوكي طور حاله منيح. ناخذ شوية عمال. ممتاز. بده يحتل هاي النقطة، ممتاز. طيب نشد حالنا شوي هون، ممتاز. خلص هون. طبعا شو هاي يعني؟ اوكي الجهاز مش عاطل صراحة يعني، قدرت اوصل 200 ل 200. عمل تحديثات لهذول بس. بدنا نودي حدا على شو اسمه، بدنا نودي حدا على الستون. هذا تاع الذهب. طيب هذا مش هيك، هذا هيك. صار عنده المدافع. طيب بدنا ناس تشتغل على موضوع الذهب يا استاذ. وين في ذهب هون؟ ماشي في عنا تريدرز وهيك، بدناش نضلنا لاخر لحظة احنا بدون ذهب وهيك. نشوف لما نضيعش الوقت. نعمل هذا هون. اوكي ممتاز، نعمل اشي شوي مطور. يعني حطه هون. اوكي بدنا خشب. انه هذا الخشب اللي هون مش راح يطول وراح يخلص. اوكي العصر اللي بعده. حلو لك كل 90 ثانية بيعطي بيعمل لك جندي. معلج العمال، عملت منا شوية عمال منا تحت الديانة. لا تنشد حالنا شوي. عملها تحديثات هاي. ميت الصخر طبيعية، يمكن ابيع الصخر هذا كله مش رخيص بس انه يعني احسن من ولا اشي. هذول بدنا اياهم يروحوا، نقدر نعمل كمان اكل. هون خلصنا خشب ذهب. كثير كراب عليهم. بدي هاجم. اعطوني برسو اجل خويا بيلي.
الخشب بنودي كمان التريدرز اساسا نعوض الذهب اللي بنحتاجه وبنستهلكه. عنا هون اكل نودي على الاكل، نخفف الضغط على الاكل هون. وصل ستون بهالمرة، كل محل في ستون وهيك ماشي. كميات صغيرة اصلا، 1500 وهيك مش هالاشي كبير. هون 1500 مش اشي كبير. شو هاي بيساوي هون؟ increase the rate income. اوكي هات نرفعها، مش ماشي نخلص الذهب. هذول كمان يجوا هون تريدرز. يا 2400 أكل و 1200 ذهب. طيب هات نشوف ايش بيهاجم. هون صار يهاجم، مش بدري على الهجوم. طيب شو صار معنا هون؟ حلو نعمل جنون. نجيب شوية مساعدة هون. خليه هنا هون. كل الجيش كله ما كان بس بدافع عنه. لحظة، هي مدينته هون تمام؟ مدينته هون وأنا قاعد بدافع عن مدينته اللي هون. اوكي نلاقي محل فيه ذهب هون أول إشي، لأنه كل شيء بده ذهب وأغلب الأشياء بدها ذهب. بده 40 ذهب، هذا بده 40، هذا بده ذهب. دمر الدنيا. والله مش راح نصمد كثير ذهب جمع علينا هسه. مش لك مصدر ذهب المشكلة، يعني غير التريدرز اجولنا هون، اجولنا يا غالي. يلا شوف بس بده يساعدني ولا بدوش يساعدني. إذا هاجموني أنا هسه راحت فيها حرفيا. في هذول هون
والله هاجمه هو. سأل اروح اساعده وادافع ولا شو؟ يتراجع صح؟ يتراجع، خليني بس هيك اصحصح شوي من اخر حرب طلعتها. طب بدي شو هذا عامل؟ في هون ذهب. روح على هاي النقطة. بعيد كثير. نشوف. هاي المنطقة ما شفناهاش منيح شو وضعها. مش عنده جنود، مش مفيش عنده، بس قاعدين بيهاجموا فيه بالتاون سنتر. كلب يلا على راسي. اجينا. بحلهم من ورا. يلا بسرعة بسرعة دمروهم. ساعدني شوي وقاتل، حط كل الثقل علي انا. اوبا اوبا عم يحرك حالك. الجيش كله قتلوه وبتفرج. نحن اللي بدنا دعم. نحن اللي بدنا دعم. نكسر جيشي هناك يعني، انا مش بدي اساوي عن جد يعني. اوبا ها اللي كنت خايف منه، رحت ساعدته. هي انا مش قادر اساوي اشي هون. وين هو؟ هي طلع جنود، طلع جنود يساوي اشي. كل هالمباني تاعون اللي الجنود عنده مش قاعد يطلع جنود حتى. كلهم على الخان، جيش كامل على الخان، ايش بدك؟ طيب المنغولز اختيار سيء مع الشعب اللي عنده اسلحة الفور. كان عنده نقص كبير بالذهب كمان. you
اوبجكت. لا يا خالي مش راح نصمد نعمل وندر ولا ندمر وندر للاسف. لا هو انا رحت ساعدته، انا رحت ساعدته ما جاش ساعدني يعني ما عملش اشي. هسه جاي انا خسرت الحرب، خسرت الحرب. وين كنت من زمان لما كان يهجموا عليك؟ رحت دافعت عنك. ثم الحرب هيك بيصير لما انت بتساعده بساعد كاش. اوكي للاسف 30 دقيقة. ماشي هو حاول، هو حاول بس وين انت؟ بس دمروا لي كل المباني وهي. طيب المرة الجاية دافع عني زي ما دافعت عنك. كلمة فيها